اللي ينتقد الدين هو مو لأن يكره الدين، اللي عم بيحكيه هو اللي هي كلمة. كيف كثير من الناس ماتوا بسبب كلمة جعفر؟ هاي حلقتنا حاليا راح ينقسم عليها الشارع العراقي. صعبة كلش على رجل الدين هذا الواقف يقول لهم لا تتحرشون. استفزتك لإلك؟ احد يتكلم بسلبية شديدة عن العراق. ما عندهم مشكلة ابنهم يفوت بعلاقة غرامية، بس بيتهم ممنوع تفوت بعلاقة غرامية. انا مع الحرية لكن ليس مع استباحة الجسد. خاص استباحة. كل مرة دا تشتغل راجع امرها الرجل. اكو ظلم جدا كبير على المرأة في المجتمع العراقي. هاي لا تصلح، انت روح من أنت لتقرر؟ لكن أو إباحية مطلقة. بس يعني بس أنت ما لك علاقة بغيرك. كل واحد بده يتخلص من الكبت لازم يتزوج. ما يصير تطلعين بالشاشة والناس تشوفك. لو سمحت. بس ليه مرفوض؟ شو اللي مرفوض؟ كي كان كل شيء ضدي. لست مع أعطائهم حقوقهم. ما الشعب مخدر. ما نحن لسنا خراف. موضوع كلش حساس. ممكن اليوم نحكي عن كل شيء. شو بيجاوب عادة رجل الدين؟ ما عندي جواب. عم تشتت الدنيا. هلا بكم عيوني بالطريقة العراقية، وبرحب فيكم. اليوم نحن موجودين ببغداد، وسعيد أن أرحب أيضا بضيوفي. سألتكم مين حابين المستضيف في بغداد، واخترتوا مؤثرين مختلفين، وقلتوا نحن حابين نعرف اليوم رأيهم بمختلف المواضيع عن الوضع الحالي الحكومي، أيضا وضع الحريات وضع حقوق المرأة في العراق. طبعا نحن هلا بين النداء، لذلك سعيد أن تكون معي اليوم ممثلة وإعلامية زهراء بندور. أهلا وسهلا. أحلى شمس بغداد. أهلا وسهلا زهراء، وسعيد أيضا أن يكون معي دكتور سيف جنان. أنت طبيب نفسي ومدور عراقي، وأصريت أقول دكتور ليه؟ لأن تعرف مفيد جدا لتقدم الناس حتى يعرفون برا العالم ليه تخصص حالي. يعني ما أعرف إعلام بس طبيب الأطفال تخصص أطفال قلبية. أنا عادة بضع التخصص نفسي حفظ الأرقام. لازم أنك دكتور؟ لا طبعا مو لازم أكيد، لكن عندما تضع الأرقام الكلمة تكون مسموعة من حضرتك، كلمة نفسية عندما مؤهل أن تقول. يكون طبيب نفسي هو مؤهل أن تسمع للجميع. شكرا على شرح دمش الحوار، وسعيد أيضا أن تكون معي إعلامية. أهلا وسهلا سوار هاشم. سعيد ايضا ان نرحب بناشط ومهتم بالتجويد والخطاب الديني. رح نعرف كيف هذا الحلقه شو بنفسه في هذا الامر. اهلا وسهلا عليكم. يا اهلا وسهلا. انت دائما لما بيعرفوا عنك تقول ناشط ومهتم مهتم، شو المقصود؟ صراحه يعني انا قبل 2011 صار عندي اهتمام أو طلعت، فلما أشوف أقرأ أو شيء معين أشوفه أوكي هذا الشخص اللي اشتكف الطقس معين اللي إحنا نسميه الشعار، رجل دين اجتهد يعني ما له أصل مثلاً، بس هو مجرد اجتهاد. اجتهاد مثلاً يقول لك إنه أوكي أوروبا كانوا مثلاً يضربون على أجسام، يعني ليش ما قضيتها هي مصر؟ هو اجتهد. اجتهد لكن المشكلة بعد سنوات صارت اجتهد غصبا عليك، لازم هذا الشيء شوفه هو الصح. وإذا اعترض وهو إذا اعترضت عليه طبعا راح تتكفر وتسندق وربما تقتل. طبعا أكيد. طب اديني لإلك السوار. أكو شيء اليوم كمان أريد أعقب عليه صدد هذا الموضوع، إنه أكو طائفة معينة اللي أنا أنتمي لها طبعاً طائفة شيعية، عندهم شيء اسمه مرجع. مرجع مني يقول كلمة خلاص أنت طالما قلدت هذا الشخص أنت لازم تسمع كلامه مهما يكون. تسمعي كلامه؟ هو بالضبط. لأنه بعض الأشياء مو منطقية. طيب شو بتعمل هيك حالي؟ تهدي الأمر بصوت عالي؟ لا ما أقدر أنتقد. يعني أسوي بس هو أكثر شيء اسمه مرجع لازم أنت يعني اللي منتمين له
هاي الجهه لازم يسمعون كلامه مهما يصير. اللي حكيته السوار انه بعض الاحيان في مراجع دينيه دون تسميه بيقولوا اشياء وبلاقوها انه لازم يتم تنفيذها. في بعض الشباب اليوم يرفض ينفذها او بلاقيها لانه ما بده منا منطقيه. شو بتعمل انت بهيك حاله؟ هل بترفض بعض الاشياء اللي بيقولوها رجال الدين لانه عندهم تفكير في المجتمع؟ صلاتك باطلة، صومك باطل، دينك باطل إذا ما تركت. ما يكون عندك فرد صحيح. أنت كشيعي يجب عليك التقليد. زين هو بالدين الإسلامي مو يقول يعني أكثر عدد محامات. طبعا. أنا أقدر أحمد جاهز. يعني بالدين الإسلامي مو أنه الله يعرف أنك قلبك والله راح يحاسبك على أعمالك، بس أنت يعني شنو الفائدة بكل هاي الواسطات؟ يعني أنت تقبل الدين أو عفوا أي أحد، أنا بدأ أحكي سوار وعلي أي أحد بس يرجع يقلب ناس عندهم مشاكل نفسية لأنه حياة يعني مثلاً لما أنا مثلاً أريد شيء بالسينما فأنا لازم أجي أستشير مثلاً هذا الموضوع. فهو مو بالضرورة أكون تمام. بالضرورة أوكي. هذا الشيء صحيح. لكن هو جاي يقول لك لا ضرورة إنه أنت تعتبر. يعني هو ممكن يعني ممكن هو يكون أمه كانت سيئة أو يكون عنده مرض نفسي تجاه النساء ويقعد يكتب ويطيب. لا ما يقدر. ما هو لا هي ممكن. أنا أقول لك إذا صارت ممكن إذا خطيب. لكن إذا مرجعك رسالة عملية وأكو ناس يعني تقرأها. هو مين ماخذ مصادر؟ مرجع مو مر بحياته. الحوار اللي بدي اخذه اكيد انه في واقع انه في مرجعيات بتوقف معينه تحت صاحب قانون الشرعيه. بعض الشباب ربما لا يريد متابعه هذا المرجع يخرج عنها لا يريد السماع لها. شو بتكون رد الفعل ساعتها اليوم بالمجتمع لما شاب يقول لك انا ما بدي اسمع لمرجع معين؟ لإلك سؤال. بالنسبه لي انا رايي المرجع موجود ما أعتقد أنه يسوي أو يعطي رأي مو صحيح إلا ما ندرك طبعاً، وعلى هالأساس أنا أعتمد فيهم وأصدق مو أمشي وراهم. طيب لا طير أنا أراجع بعد الراجع ما يكون إشكال. أوكي الراجع الكروية وقالوا مؤمنين ومصدقين أن الأرض هي مركز الكون ذاتس إت، واللي يقول غير هذا يستحق الرمي في نار الجهنم. طيب سؤال، ليش أي شيء يشكك فيه حتى يثبت العكس؟ بس هو السؤال أنا أفحص. أنا أفحص. طالما تقولي طالما أنه ما ندرك، ليش يعني ليش أكو مرات يمكن فيها أخطاء وباقي المرات صحيح؟ أنا أحكي عن إنسان هو إنسان هي حسب كل واحد وجهة نظره، ماكو مشكلة إذا واحد يبحث أو إذا شاك أو إذا ما مصدق، هاي الأمور كل واحد ترجع لرأيه. بس أنا قلت لك جعفر يعني رأيي أنا الشخصي بالنسبة إلي المراجع هم ثقات. بالنسبة إلي بس قلتي كمان بنفس الكلمة قلتي إنه بعض الأحيان بتقول أشياء ما بتنفس البعض من طبعاً بعدك عم تقولي ما يقولونه هو صح، بعدين صح ليه ما بتنفس؟ أحياناً ماكو قناعة تامة يعني بالموضوع. ليه؟ ترجع هي بعد كل واحد وقناعته يعني من يدخل شو يعني أعطيني مثل عملي يعني عشان كل واحد عشان لا يمكن التعميم هو المهم انه ما نعمم بس هي شخصيا الشيطان شو اللي قال اي شخص قال شغله وانت رفضت يعني تجديد بامور الدين تجديد باشياء معينه تجديد يعني ما اعتقد هو الدين هيك شيء كلش متشدد يعني هاي الدرجه هم يعني يشددون بعض الاحيان. علي شو تاثير هذا على الشباب؟ الخطاب الديني شو تاثيره على الشباب؟ وانت يعني شخص تنتقد هذا الامر وتقول رجال الدين ما بتسمي اسامي بس بيقولوا انه رجال الدين اليوم بيستعملوا حوارهم بيستغلوا الدين بيأثروا على الشباب، شو كيف عم بيأثروا على الشباب؟ اليوم حياتنا ممكن اسميها نواجه التسعينات صارت عندهم اسئله التسعينات صارت عندهم اسئله شو هي الاسئله؟ التسعينات صارت عندهم اسئله شو هي الاسئله؟ طب قلك اي سؤال؟ لا اني انت شخصيا انت من هيدا الشيء شو الاسئله لك؟ يعني قصدي يعني ارسل مثلا عن الخالق مثلا سؤال مثلا قبل ايام اوكي انت تؤمن بوجود خالق لكن شو الدليل انه هو الخالق نفسه اللي انت تؤمن به؟ مثلا هذا الرجل الثاني المسكين اللي هو اساسا معتمد على اربع او خمس كتب يعني فيها احاديث وكتب معتمد على السير هذا الرجل المسكين ما راح يجيب لك على
الأجوبة. طب شو بيجاوب عادة رجل الدين؟ ما عنده جواب. هون أنتوا شو بتطالبوا اليوم؟ شو بتطالبوا؟ يعني أنا دائما يعني أسأل نفسي من أشوف الخطابات، أشوف فيديوهات الخطب الدينية، وآلاف الشباب مرات قاعدين قدامهم، أقول يعني صعبة كلش على رجل الدين هذا الواقف يقولهم لا تتحرشون بالشارع، صعبة كلش يعني مستحيلة عليه، ولا واحد بيهم يقول لهم، لأن هم دا يقلدوهم، صعبة عليهم يفتحون موضوع التحرش بالأطفال مرة دائما مرة. لا لا لو سمحتي بس دياء تفضلي سوار، لأنه هي عم تقول شو ردك. أنا سامعة هواية خطابات دينية يمنعون التحرش، وحتى يقولون قصص وانت ما يصير هيك تسوي، وتقبل احد يعني مثل هذا التصرف يسوي ويا عائلتك. سامعتهم اني يعني مو ما قايلين هم يعني، بس نقول مو بشكل كبير. اي ليش مو بشكل كبير؟ هو التحرش إيه؟ احنا المجتمع المنغلق من تعزل الشباب والاولاد الاطفال، الفصل الجنسي والقمع الفكري اللي يكون عندك انت من تولد مراره، يعني الله مر لدى الشاب حاليا، فبالتالي تريد تسكن هذا الالم. احد امور مسكنات للشباب هو الجنس، لذلك احنا من اكثر الدول مشاهده الافلام الاباحيه وغيرها. وانا طبيب نفسي واعرف نسب التحرش الجنسي في الاطفال في احد المناطق. شو الدليل على كلامك؟ احصاءات من منظمات عالميه، بس اذا نذكر الاحصاءات تصير كارثه، يعني هم من جو عملوا احصائيه. في احصائيات شو بتقول؟ ومين عملها هيدي؟ شو مصدرها؟ منظمات عالميه اتعامل معاها، مثلا WHO، الاسبيجن، كثيره. طبعا دا اتكلم عن دول جوار وعن عن لكن هي مقننه في بلدنا، ما ممكن تكون بارقام كبيره. طيب اللي عم يشاهدونا الان حضروا الحلقه وقالوا ينتقدون الان رجال الدين، فاتوا بامثله سيئه وهي تعتبر يعني اجرام بحق الاطفال، حكينا عن مواضيع مختلفه. هل هذا النقاش اليوم موجود بهيدي الطريقه بين الشباب العراقي؟ جدا. احنا بس او بناس او اللي عم يحضرنا رح اقول شو عم يحكوا، عم يحكوا موضوع كيف بيحكوا. هو هواي اشياء، هواي اشياء جعفر يقولون انه لا ما موجود هاي بالعراق لما نحكيها، بس موجوده هاي موجوده. انا زواج القاصرات اعتبره اغتصاب للاطفال، فشلون بعد اصغر يعني من اصغر من عمر 12، هاي المفاخذه تصير اصغر من عمر 8 سنين. هذا يعني جريمه ما اعرف شلون اقدر اسميها، يعني اي دين اي مرضى نفسيا دول فلتانين علينا وبس. سوار بيعكس الواقع حوارنا اليوم؟ أكيد هذا الشيء، وهواية قنوات بالعراق ما تتطرق له، لأنك هواية قنوات إسلامية ما تقدر تحكي هذا الحكي، ما مسموح، مو من ضمن سياساتها نهائيا، ما يتطرقون لهذه المواضيع، لأن يعني يعتبرون أنه بعض الآراء الرجال الدين هي خط أحمر ما يقدرون يوصلوا لهم، يتجنبون المشاكل. مع أنه أنا ضدش، قلت لك أنا أثق برجال الدين البعض من عندهم، طبعا إحنا لازم نتفق أنه ما نعمم البعض من عندهم، أنا أثق بهم وهم مصدر ثقة بالنسبة لي، بس أنا ضد التشدد تماما مهما يكون، خاصة بالدين. جعفر هاي حلقتنا حاليا راح نقسم عليها الشارع العراقي، راح يكون ناس مؤيدة جدا وناس تعتبرنا دن تسفه الفكر ودن نطرح مواضيع جنسية لا تليق. علي شو السبب اللي خليك تبلش تنتقد الخطاب الديني اللي موجود؟ ليه كيف أثر عليك أنت؟ وقرب المايكروفون. شوف يعني أعتقد إذا مو أغلب المسلمين أو بالتحديد بالعراق أو حتى خارج العراق، أول ما يبدأ يعني يكبر وصار عنده أسئلة، وهاي الأسئلة قلت لك إنه ما ممكن مثلا رجال الدين يجاوبوها. عشان افهمك ونحكي أمثلة عملية لحتى المشاهد يعرف شو عم نحكي. نحن صح قاعدين بين بعض، ولكن بهمنا إنه المشاهد أو اليوزرز على الأونلاين يتابعوا معنا. شو هي هاي الأسئلة اللي أنت كان عندك إياها وما لقيت أجوبة عليها؟ شوف يعني مو هو المشكلة، هو بالطائفتين أكو مشكلة، يعني بالطائفتين عد السنة وعد الشيعة أكو مشاكل، وأكو أحاديث وأكو تفسيرات. يعني أنت شخصياً شو كانت الأسئلة؟ يعني ربما ب يعني أشخاص إلي، يعني مثلاً الطقوس اللي تمارس اللي تسمى شعائر، مثلاً في يوم من الأيام يعني أذكر فد خطاب معين، فواحد يقول إنه الدمعة على الإمام الحسين هاي الدمعة راح تطفي نار جهنم عنك مثلا، أو يجيك آخر يقول لك إنه لما سمعت هايدي الكلمة أنت شو صار بعقلك؟
عقلي انه قال يعني بصراحه يعني حسيت بوقتها انه الله صغير يعني شنو يعني ده احس انه فعلا يعني كانه انسان مثلنا يعني ينضحك عليه اسف يعني استغفر الله من التعبير لكن وقتها كان هيك شيء بعدين مثلا اكو هواي لا يعني هذا بسيط اكو مثلا قبل ايام شيخ والفيديو منتشر اصلا يقول انه فاطمه الزهراء وقفت تعاتب الله سبحانه وتعالى انه ليش انتم ما حميتني لما صار بس علي راح اجيب مشكله لنفسك لان لا تكثر بالامثله خايفه على علي انت ساكن ببغداد ترى علي كثير خايفه على علي ليه يعني مو صحيح انه يحكي بهاي الاشياء لانه احنا هنا ما شاء الله واحد بشربه مي يروح كلش طبيعي ميليشيات وما تعرف شنو السبب ولا راح تعرف ولا احد راح يعرف شو قصدك بالكلام احنا ببلد يعني يحتاج انه تخاف على نفسك يعني مو كل شيء نقدر نحكي بصراحه يعني كلمه ممكن الكلمه اللي قالها تعبير عن رايه اللي عم بيحكيه هو اللي هي كلمه ممكن يعني نخاف عليه كيف كثير من الناس ماتوا بسبب كلمة جعفر أمثلة ما لا نهاية بالعراق ماتوا بسبب كلمة طب كثير بالنهاية بس كلمة يعني هو كلمة قال ما أذى ما عم يأذي حرية رأي وتعبير هاي كلمة بقولها. مستفزة للبعض يعني وين بتستفز؟ استفزتك لإلك؟ أنا ما تستفزني يعني مو عقليتي هيك متشددة ومتعصبة لدرجة إنه كلمة تستفزني بس البعض عقلياتهم يعني ما أقدر أحكي يعني ممكن واحد ما يقدر يحكي هيك كل شيء يعني طيب الاشياء مثل ما هي اذا سمعنا اراء مختلفه بس حابب تطلع يعني ادخل بعد الارقام والحقائق اذا بنطلع عن التصنيف العالمي لحريه الصحافه انه قد ايه في حريه راي وتعبير الواحد ممكن يقولها بالعراق من المرتبه 180 راح يكون العراق اي مرتبه اعتقد من هاي الناحيه العراق افضل من الكثير من الدول الاخرى اللي احنا نعتقد بها حريه اكثر يعني قد ايه بتشوفي بالعراق من اصل 180 دوله هو يعني اذا كان بالبدايه يكون الاسوء مو نعم. رقم واحد الافضل 180 الاسوء اعتقد يعني ما يعبر ال100 العراق اليوم يصنف تم تصنيف وضع حريه الصحافه في العراق بالخطير جدا 181 حل العراق في المرتبه 160 انضم العراق ايضا في عام 2018 لقائمه الدول السوداء اذا بنشوفها الان على الخريطه في ايضا ليبيا مصر على سبيل خلي اقول لك على اي اساس هيك حكيت جعفر أي؟ بس على اقول لك اي اساس هيك حكيت لانه احنا الكثير يطلعون ويحكون باسماء السياسيين يسموهم انت فاسد انت هيش سويت الكثير من الصحفيين والاعلاميين وحتى الناس على السوشيال ميديا يعني انا على هذا الاساس انا قلت انه ممكن يكونون العراق هواي بلدان أسوأ منهم طيب دكتور سيف زهقوا الشباب من كلمه انه لا ما لازم احكي لانه انك تفكر ولا تستطيع الحكي صعبه وانك لا تحكي لا يعني انك لا تفكر سؤال ذكي جدا احييك ثانك يو استاذ جعفر فعلا احنا وصلنا الى الشاب في تشويش عالي وكبير في فوضى فكريه غير عاديه مدخلات سوشيال ميديا مدخلات من البرامج من الاهرام فهو ما يعرف وين الصح ما يعرف وين الغلط وكون له افكار خاصه عاده تعارض الموجود طيب شو تأثير أنك أنت لا تستطيع أن تعبر عن رأيك لا تستطيع أن تقول علي سكت هلأ فترة هل تخوفت هل قلقت لأنه أنت أمانك يعني أن تكون أنت أمين أهم شغلي شوف بالعراق هواي غير يحكون في هذا الموضوع ومراجع دينية يعني مثلا التجربة سيد كمال حيدري مثلا رجل يحكي وموجود في دولة الكل العالم يعتقد انه هي اكثر دولة يعني بها ضبابية او ظلامية لكن هي اكثر دولة مهتمة بهذا الموضوع بالعراق لا موجود بإيران طيب بس انت مع ذلك ما عم تقدر تكون نفسك او ما عم تقدر تحكي بكل حرية بكون عندك قلق شو تأثير هيدا عشان المشاهد يكون معنا شو تأثير هيدا على الحياة اليومية للشباب على ان تكون كما تريد انت شخصيا أن تكون راح تكون أمور خارجية وداخلية باختصار شديد الأمور الخارجية راح تولد عنف راح تولد بطالة راح تولد اتجاه لأمور أخرى في المخدرات وهذا بده يصير في بلدنا اتجاه نهو الإباحية نهو العلاقات هذا خارجيا داخليا مشكلتها راح تكون فقدان الأمل والشغف وهذا ما يعمل أنا في رأيي في العراق شيء اسمه الجهل المنظم احنا الفوضى هاي الكيوس الموجودة هاي مخطط إلها تضعيف التعليم
وضخ كمية كبيرة من البرامج اللي تبين السوء واليتم والقهر والأزبال، فامتلأ الشاب العراقي سلبية. أتحدث أي شاب يجي مليان طاقة وأمل وتفاؤل. في شباب عم يحضرونا الآن وراح يقولوا شو بيكون يا شباب، أنا بروح على الجامعة بتعلم وعايش مبسوط بالعراق ومرتاح وبعبر عن رأيي بكل حرية. شو بتردي سوار أنت على الشباب اللي بيقول هيك؟ أكو صحيح إحنا الحمد لله نعيش بوضع تمام والناس تروح على وظائفها ووضع أفضل من سابق بهواية، لكن أكو جانب آخر مظلم. يعني أكو جانب آخر إنه ماكو شيء. شو هو المظلم؟ ماكو شيء اسمه حقوق هذا الإنسان، ماكو قوانين قوية تحميك، ماكو يعني إذا إجا أحد لا سمح الله سوالك شيء احتمال كبير إنه. بس في قانون وفي دستور اليوم. أكو بس مو قوي. المجتمع يقوى منا. مو قوي. المجتمع. والعشائر طيب. والقبائل. إذا حكينا عشان نحكي بالأرقام والحقائق، عم نسمع رأيكم كلنا عم تشتي شوي بس لح نستمر، في شمس وشتاء. إذا حكينا بالأرقام والحقائق اليوم في مؤشر الديمقراطية العالمي، برأيكم العراق أي مركز لما بنحكي عن الديمقراطية؟ أعبر ما أقول يعني رقم علي. يعني أعتقد يعني عشرة الأوسط بالعالم، يعني 50 وجوه. يعني حل العراق 50. في المركز 114 عالميا. صنف العراق ضمن فئة الأنظمة الهجينة. على سبيل المثال أسوأ النتائج حققها العراق في معيار أداء الحكومة 0.07. أنا كلش أوافق على هذا الشيء. أداء الحكومة جدا سيء في العراق على جميع الأصعدة. انتخبتوا؟ جدا. أنا يعني ماكو انتخابات، ما انتخبت. ممكن داخل بيها احنا نتكلم بكل الصح، لغة الإحصاءات عالميا معمول فيها، لكن لا ننكر في شباب مليان في طاقات كنوز عراقية تمشي صحيح. على الأرض تحتاج توجه بطريقة صحيحة، وبدليل اللي قاعدين كلهم عراقيين. طيب عدا حضرتك. أوكي. عم تشت الدنيا، رح نعمل بريك قصيري ولح نرجع بعد ذلك عشان في شمس حلوة ببغداد. المطر انتهى ولكن شمس بغداد ما زالت مشرقة، ولح نتابع الآن الحوار. مين منكم انتخب؟ انتخبت. دكتور ما انتخبت؟ لا ما انتخبت. ليه انتخبت يا علي؟ يعني حقي انتخب. مو حقي؟ وانتخبت على أي أساس؟ واحد كان برنامج يعني كان جيد لكن للأسف ما حالف الحال. ما حالف الحال؟ ما فاز. لا انتخبت على أساس ديني؟ لا سياسي؟ لا برنامج على أساس البرنامج. ودكتور سيف ليه ما انتخبت؟ يعني كان لي رأي خاص في. شو هو هذا الرأي؟ يعني ما كنت حاب أنه أنا أنتخب. ليه؟ الوضع يحتاج تغيير أكبر بكثير من مجرد انتخاب، هذا رأيي. فيعني بس الصوت هو تعبير عن رفض أو قبول. صح، صوتي في السوشيال ميديا، في قناتي في اليوتيوب، في التلفاز أكثر راح يكون مؤثر، رأيي شخصي. بس ما راح يكون عنده ربما شرعية قانونية، الصوت الانتخابي هو ممكن يطلع الشرعية ونزل. أحصلها من قبول الفرد في ذاته وليس في قوانين وتوضع دوساتير عالمية. الإنسان إذا اقتنع في فكرة يمشي فيها وهي دستور مدى الحياة، وهذا ما أقدمه في لما بتقول تغيير أكبر شو المقصود؟ أنه الشباب يصحى، أنه يعرف أنه يجب أن يكون قادة لا أتباع. نحن نحاول أن نصنع أتباع من هذا الجيل، وهاي الكارثة الكبيرة. كيف يعني؟ أوكي. الفكرة التبعي، أنت إذا صنعت ناس تفكر في ذاتها راح تأخذ هي مجتمعها. لكن العراق موقع سياسي نحس جدا، بلد ثروات كبيرة جدا، بلد تاريخ عظيم جدا، يجب أن يكون تحت سيادة وسيطرة معينة ما يخرج عنها. لليوم طيب. العراق مش مستقل؟ أتكلم عن فكر الشباب وليس كدولة فكر وسياسة الشباب. Yeah. فكر الشباب ما أنه مستقل؟ فكر الشباب الحلو بهاي السياسة اللي هي أتوقعها أصلاً عالمية، وراح تقول نظرية مؤامرة أو مؤامرة، إنه هي ممنهجة صح جداً تشعرك بالاستقلالية وأنت لا ولا تملكها. ليه ما بتشعر اليوم أنت بمستقل؟ لأن أنت ممكن تتكلم في بعض المحاذير المعينة الجنسية، هذه تعتبر خطر تفسد المجتمع. يا عزيزي ثقافة جنسية تدرس. ما ممكن تتكلم في معايير دينية، هاي خطرة لأن ممكن يصير كذا. ما ممكن تتكلم في أمور سياسية إلى حد معين. طيب هاي المحاذير الثلاثة إذا أنت ما قدرت تتكلم عنها
يعني طيب الشباب ممكن اقول لك ما بدي اتكلم عن الثلاث الاشياء اللي حكيت عنها أوكي. لانه اليوم اللي بهمني البطاله لانه 22 اكثر من 22% هي نسبه البطاله بين الشباب للفئه العمريه بين 15 و29. 18.1 هي نسبه البطاله لدى الذكور لفئه الشباب و56 اكثر من 56% هي نسبه البطاله لدى الاناث لفئه الشباب و40% هي نسبه البطاله بين الشباب وفقا لارقام صندوق النقد الدولي. هذا اللي ذكرته هذا لك في البدايه. انا بدي شغل كل اللي عم تحكوا فيه انتم ما بهمني. طيب لا اسمح لي انا هذا اللي ذكرته في البدايه نتيجه الفوضى الفكريه اللي المدروسه للذهن تولد لو ذكرت كلامي انه تولد بطاله. البطاله هي ليست الدوله توفر لك فرصه عمل تعمل فيها في الخارج. المتعين 2% 1% في امريكا يمكن كالدوله اللي تعينهم. انت ان تزرع في الانسان ان يكون انسان ناجح. سؤال، انت دوله عينتك انه تكون مقدم برامج؟ لو اجتهدت في ذاتك انت تكون جالس الان في منبر مهم صحيح زهراء. الدوله استندت عليها حتكون الانسان اذا لم يزرع في الشاب ان يكون هو في حد ذاته صانع قراره لن يصل الى اي مكان. هو عم يحكي تهزي راسك ليه؟ طبعاً أنا أوافق الرأي تماماً بالنسبة لأنه النشأة اللي دا تكون للشباب والشابات هي غير صحية. يعني شو معنى النشأة؟ شو النشأة هو طريقة التربية عند الطفولة، يعني هي من ناحية كدولة وكعائلة، يعني العائلة شنو دا يزرعون بهذا الطفل مدى يكون شيء صحيح، فبالتأكيد راح يكون من يكبر ما راح يشتغل على نفسه. معظم الشباب والشابات يقولون أنه إحنا نريد وظيفة الدولة، مو صحيح. الدولة تعيينات إيه تعيينات دائماً يكون تعيينات. شنو دولة تعين 35 مليون؟ ماكو هيك بلد بالعالم، يعني احنا لازم نفكر اليوم بطريقة اخرى. عراقيين وكلكم درستوا في العراق وكلكم تعلمتوا في العراق. نعم. ليه اليوم انتم وصلتوا يلي انتم موجودين عليه ما زال الوضع بهذا السوء؟ كل واحد أكيد عنده حكايته الخاصة. أنا أعتقد أني شخص جدا محظوظ بأم قوية. سوار، أنا اعتمدت على نفسي، عشت بيئة ومجتمع ما يسمح، يعني لو ما أنا أعتمد على نفسي وأصير أنا قوية وأحاول أنا أبني نفسي كان كل شيء ضدي. شو معناته ما يسمح؟ يعني هواية أشياء ما مسموحة، غلط بالنسبة للمجتمع، بالنسبة للبيئة، بالنسبة للعائلة. شو معناته؟ أعطيني مثل عملي. يعني قررت تكوني إعلامية، قالوا لك لا، قالوا لك نعم، طبعا بالنسبة إلي عن عائلتي أحكي، هو كنموذج من هواية عوائل موجودة بمجتمعنا. عندهم هذا الشيء مرفوض، بس الحلو أني اللي كنت محظوظة به أنه عائلتي رغم رفضهم ما وقفوا بطريقة. يعني رغم ليه مرفوض؟ شو اللي مرفوض؟ مرفوض أنه إعلامية وتطلع بالشاشة ليه؟ هم هيك، هاي عاداتهم، هاي تفكيرهم، يعني تفكير شو بيفكروا محدود. عنك هاي بعض العوائل تفكيرهم هيك. شو بيفكروا؟ شو كانوا يقولوا لك يعني؟ يعني انت ما يصير تطلعين بالشاشه والناس تشوفك وهاي الاشياء، يعني هو الاعلام عندهم فشي عيب غلط. ليه؟ هو هذا المجتمع يعني بنفسه ما بيحضروا اعلام؟ لا يحضروا، كلش طبيعي بيحضروا أي، بس ما يصير من عندهم. مشاكل فتاة العراق هي كبيرة، يعني كلش هواية مشاكل بالنسبة للمرأة العراقية، معاناة يعني لا وحدة ولا اثنين ولا عشرة. وانت انت دا تقولين انه ما يقبلون، انت دا تقول ليش هما ما يحضرون؟ هو كل الاشياء ليس فقط الاعلام، هم يعني الناس عندهم ما عندهم مشكلة ابنهم يصادق أي يعني ابنهم يفوت بعلاقة غرامية، بس بنتهم ممنوع تفوت بعلاقة غرامية. ما هو اللي دا يحبها بنية وعندها عائلة وعندها اهل، كلش طبيعي نفس القصة. وهي هاي شبكة، يعني ناس يقبلون على الناس اشياء ما يقبلوها على نفسهم. أي. جدا طبيعي هذا التناقض الموجود بالمجتمع، واللي ما يقبلوها على نفسهم ده تصير من الجهه الثانيه، يعني انه صحيح كلها خاتله مثل النعامه حاطه راسها بالتراب ومتخيله الباقي ما يشوفها، ترفض تشوف الحقيقه. علي سمعتون انت بعد بقول المجتمع الذكوري هو المجتمع العراقي، انت من هذا المجتمع الذكوري اذا صح التعبير؟ لا خب خلنا نتكلم على موضوع التعيين وال يعني فعلا يعني زهراء يعني قالت كلمه كلش حلوه. يعني ماكو دوله بالعالم يمكن احنا 30 مليون او 32 مليون، احنا عندنا 6 ملايين موظف، واغلب الشباب هندسه وقانون وكلهم يريدون من الدوله تعيينات، وبالتالي احنا بالعراق عندنا خريجين وموظفين اكثر من ما عندنا عمال. احنا ما عندنا عمال، يعني يمكن اذا تشوف فد مكان المفروض خدمي شوف الموظفين 200 و10 عمال. لا اسالك ارجع على الموضوع الذكوريه في المجتمع، ولكن رح اخذ الراي الاخر. اليوم لما انا اليوم بمشي بالشارع البعض تخرج ولكن عنده صعوبه انه يلاقي عمل. خلونا نتعرف على قصه حسين يلي التقيته في شارع ابو نواس.
احتجاج على السلطه الحاكمه. اليوم السلطه الحاكمه لا تساعد الطلاب، لا يعني لا تعين، يعني النفط 67 دولار يبيعوه، ما اعرف وين يروح رواتب، وين تروح الفلوس. موضوع التعيين، ليه ما بتشتغل بمكان خاص؟ كم مرة قدمت على شغل؟ قدمت على الكثير يعني ما حصلت، والخاص ماكو هم ماكو عمل الا واسطة ورشوة كذا. إذن تعرفنا على حسين. علي، حسين بيحكي عن شغلة، عن موضوع الرشوة، يعني حتى لو هو بده يروح على القطاع الخاص بس بحس إنه بده واسطة، بده الرشوة. بتوافقوا معه أو ما بتوافقوا معه؟ شوف، احنا دائما مثلا بالعراق بالتحديد مثلا من نذكر كلمة فساد دائما يجي ببالنا مثلا الطبقة الحاكمة أو طبقة النواب وزراء زين، هو هسه حسين نفسه اللي طلب منه الرشوة، هو موجود بالهرم الفوق يعني الأول، اللي طلب منه هو ربما يجوز أقاربي أو جاري أو صديقي. أغلب مؤسسات اللي موجودة بالعراق الكل سواء يحبون يذكروها على الميديا أو ما يذكروها، كنا باعتقادنا ومتأكدين ميامها أنه كل مؤسسات الدولة بها فساد. فساد مو بس شو الدليل؟ خليني لك شغلة عشان أنا بدي أسمع رأيك يعني. أنت بتعيشه بحياتك اليومية؟ طبعا. شو أعطيني شو بصير؟ أعطيك مثال بسيط. قبل يومين امرأة بالكرادة صار عندها فد الطفل اللي بيدها صار عندها فد مشكلة بالتنفس، فاستغاثت بيدها فركضنا بيه للمستشفى. رحنا المستشفى، المستشفى ما بيها بس جهاز مخدر واحد، مستشفى العلوية اللي هو أهم مستشفى الأطفال في بغداد هو الأول، ما بيه بس جهازين للتنفس استنشاق. هذا السبب من الهرم الأول أم من الموظفين بالمستشفى أم من الكادر الموجود؟ طيب. ثم اضطرينا أنه احنا ننقله إلى مستشفى أهلية. تصور أن الشخص اللي نقلنا بالسيارة اللي هي بالمستشفى طلب من يمنا أموال حتى ينقلنا، مع أنه هذا مهمته كرامية اسمها، يعني الشعب كرامية، هاي كرامية أنت لازم تطيني. طيب. أو مثلا ولادة، أنت لازم بعد ما يصير عندك بيبي يجون عليك 5-6 من الموظفات أنت تطينا كرامية. وهاي حصل معي قبل شهر، تصور أنه الكرامية مثلا تطي 10,000 يقول لك لا 25,000 رسمة. هذا نسمع آراء مختلفة اليوم، ولكن لازم أحكي أيضا بالأرقام والحقائق. إذا حكينا اليوم عن وضع العراق، بيعتبر العراق حسب منظمة الشفافية الدولية بدولة تصنف فاسدة جدا، وبيحتل مرتبة 168 من أصل 180 دولة. أبدا ما متفاجأ. ليه؟ لأنه الفساد موجود وإحنا نعيش بحياتنا اليومية. لما نروح لدوائر الدولة يعني قبل يعني حتى موظفات شابات ما عندهم خجل، إنه يعني نعتقد دائما الشباب والشابات، ممكن هاي موظفات شابات يعني تحط تدفع عليك الملف تقول لك حط بيه فشي، يعني انت تخيل نفسك دفعتي رشوي. أني بنفسي تأخر جواز سفري فترة طويلة وظليت أقول هالأمي إنه ما رح ننطيل 50,000 اللي هي فقط يعني 30 دولار. يريد تخيل واحد موظف دا يظل يقول هيك إنه وأخرنا، وقلت لها أني مستعدة أتأخر ولا أدفع الرشوة بس على مود بس إنه طيب. بس خلي أقول كلمة إذا تسمحوا لي. أحد يتكلم بسلبية شديدة عن العراق وكل العالم بها إشكال. أمريكا تشكل 5% من سكان العالم وتستهلك 50% من الكوكايين العالمي، 90% من النقود الدولار الأمريكي يحتوي آثار من الكوكايين. اسمحوا لي. نو سوري يعني كل 8 ثواني من
والله احنا كل ما صارت اكو دوله بيها ايش مشكله، والله امريكا ايش بيها، احنا نقارن بالافضل، احنا نتكلم اللي دي يشوف البرنامج هسه حاليا هل راح يخرج بشيء ايجابي؟ راح يكره نفسه ويكره بلده. انا وياك انا وياك بس احنا ما وصلنا للمكان انه نحكي ايجابيه، لا سلبيه في كل مكان. دكتور احنا اذا متى نبقى مغطين مشاكلنا، مشاكلنا الاجتماعية ومشاكلنا الدينية؟ دائما الناس مثلا لما انت تشوفك يقول لك انت متشائم، لا انت مو متشائم. يعني لما اقول انه الفساد موجود من اصغر عنصر موظف بالدولة، لا مو بس حسته بالدولة، ساق الكي الباص مثلا اذا شافك بنية ما يرجع لك الباقي مثلا، مو صحيح؟ هذا يعتبر بس فساد. انا اقول لك طين الربع مثلا، هذا يعتبر فساد. احنا او لا العراق ابو الغيره، اوكي جيد، هو العراقي جيد واكيد هذا وبخصال جيده، لكن الى متى ثواني لا اعطيك حق الرد بس خلص. احنا الى متى نبغى نغطي 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 الى ان نشوف وصلنا المرحله بعد انتهت احنا واصلين لهنا لانه هو يغطي، حتى احنا بنستعمل مثلا دكتور سيف يقول لك انا اخاف عليك علي، وهو طبعا حقه، لكن احنا الى متى مثلا نبقى احنا ساكتين على مشاكلنا ونقول والله احنا خايفين؟ زين هو انت من اكو فد 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 موقف صار ثواني، يعني مو بدي اعطي ثواني بس في فيلم او في مسلسل رأفت الهجان، دق ثواني اقل الدقيقه. رأفت الهجان كان اكو وحده اسرائيليه المفروض هي الوحيده اللي كانت تنتقد اسرائيل يوميا انه احنا متخلفين، احنا تراجعنا، العالم تقدم واحنا متخلفين. رأفت الهجان هنا أنا طلب من المخابرات المصرية، قال لهم احنا خلينا نجند هاي. المخابرات المصرية قال له لا، هاي أصعب وحدة ممكن تجندها لأنها أكثر وحدة يتحب بلده. المتشائم هو مو اللي يكره بلده، اللي ينتقد الدين هو مو لأن يكره الدين، لا هو يريد يصير بصورة أحسن بصورة أفضل. المجاملة استمرت، احنا صارنا صارنا 1400 سنة نجامل إلى متى؟ أنا دا أتكلم عن التشجيع دكتور. المشكلة احنا كشعوب شرقية المرحلة ما وصلنا لها دكتور، بعدنا بالحق دكتور، احنا يجب أن نشجع، احنا شعب سمعوني. كل طاقة كل طاقة هو التشجيع، عشان يكون في توازن بالكلام. سوار كان إلى حق الرأي تفضلي. طبعا أنا أتفق تماما ويا دكتور سيف، بكل مجتمع وبكل بيئة بكل عمل أكو زين وأكو مو زين، أكو سيء وأكو جيد. طبعا أنا هذا الشخص اللي شايفته بأبو نؤاس، هذا الشخص اللي لابس بدلة التخرج وهيك، يعني ما أشوف داعي أكل هذا التصرف. يعني حكيتوا كلكم قلتوا أنه مو ضروري أنه وظيفة دولة، ثقافة شائعة بالمجتمع أنا أريد وظيفة دولة قاعد ما يسوي شيء زين، أنت روح دور. أنا اشتغلت شغلة واثنين وعشرة بقناة واثنين وثلاثة لحد ما لقيت فرصة مناسبة، وكنت أقبل بأي راتب، وكنت أشتغل حتى محافظات وراتب تعبان في سبيل أنه أسوي سي في، ما الواحد يقنعني يقول لي أنه شغل ماكو، هذا مستحيل أتقبله. تقدر تشتغل كل شيء. بتفسي أرقام البطالة موجودة بطالة، ما أقول لك ماكو. ثقافة مجتمع، أهلي يقولوا لي لا أقعدي، أهلها ما يخلوها تشتغل إلا وظيفة الدولة، أهلها يشجعوه على هذا الشيء. بالنسبة للرشوة كل الناس تنتقدها، هاي نرجع على سلبية المجتمع، معناتها بدها تنقضوا نفسكم. بالنسبة للرشوة الكل تنتقدها والكل تسويها، خلي ماشي شغلتي، يلا أنا أقعد أنتظر يمشون ويا الموضوع. المدراء المسؤولين الكل مسؤولين، الموظف اللي الراشي المرتشي كلهم مسؤولين عن هذا الشيء. لو اجتمعوا كليتهم ووقفوا ضده ما راح يستمر. ناخذ حق الرد ايضا زهراء، الحوار اللي بدا الدكتور سيف يلي قال انه ليه الحديث عن السلبيات، هذا بيصير انه لا ما لازم نحكي عن السلبيات، هل هي سلبيات او هي واقع؟ هي بالتأكيد واقع، وهنا نرجع على النقطة السابقة أيضا في حوارنا أنه شلون الناس عايشة وده تطلع كل يوم ويا كل هاي المشاكل اللي موجودة عندما عليكم كلكم لازم ضوالك. هنا نرجع بالحوار لنقطة سابقة أنه شلون الناس ده تعيش، إحنا ده نطلع وناكل ونشرب ونتونس وعايشين طبيعي ونشتغل إذا أكو شغل، وكل هاي السلبيات موجودة وهاي الإحصائيات المخيفة اللي أنت جايبها اليوم. ما الشعب مخدر، اكو فشي مخدرنا كل يوم، الشعب مخدر بهذا الروتين. اسمحي لي سوار انه اكو فشي مخدرنا، واني احس بهذا الشيء صار بي شخصيا، اني اتخدر. اليوم سريع، هواي احداث بالبلد، وهذا الشيء خليني اعشق بغداد ايضا لانه بيها اكشن ما ممكن تحسه باي مكان. انتوا كلكم اليوم امثله، انتوا اليوم انتوا الموجودين مثلا بغداد زينه بشيء، انتوا اليوم اللي موجودين اليوم كلكم امثله ناجحه في المجتمع حسب ايضا الناس اللي احصائيات بعد محتاج ويانا اللي تابعونا وقالوا عنهم. ليه بتشوفوها انها سلبيه اذا هي ارقام حسب من مؤسسات دوليه تعنى بالمواضيع المختلفه؟ يعني اذا تحدثنا ايضا موضوع اليوم مهم نحكي عنه،
انه موضوع حقوق المرأة. في دراسة للمنتدى الاقتصادي العالمي عملوها بكل الدول عن الفجوة بين الجنسين لعام 2018، العراق لما بنحكي عن الفجوة بين الجنسين بين الرجل والمرأة بأي مرتبة برأيكم؟ هل تعني الفجوة بالتقدم، تقدم الرجل وتقدم المرأة؟ نعم، إذا في فجوة ولا اثنينات متساويين؟ أنا أعتقد عندنا فجوة وواضحة جدا أيضا. أي مراتب من أصل 149 سوار؟ أكيد فجوة كلش كبيرة يعني. طب بعدك عم تقولي لماذا لا نتحدث عن الإيجابيات وأنت كإمرأة؟ لا بس أكو إيجابيات يحتاج شوية نسلط حتى شوية يكون عندنا هيتشي. إذا ممكن أقول بس رأيي أكو دافع بس لحتقول رأيك، بدي أعرف أي مرتبة من أصل 149. أكو فجوة كلش كبيرة وأكو ظلم جدا كبير على المرأة في المجتمع العراقي. أي مرتبة؟ ما أعرف بس أكيد مرتبة متقدمة. حل العراق بين أسوأ ثلاث دول عالميا وعربيا، جاء العراق في المركز 147 بين 149 دولة. وربما الشخص بتقوله على شو بيعتمد هذا التقرير؟ بيعتمد هذا التقرير على قياس أربعة محاور، وهي المشاركة الاقتصادية، إتاحة التعليم، والصحة، والتمكين السياسي. تفضل. أنا بس سوري بس يعني ملاحظة سريعة، ما تكلمت 147 من أصل 149 مرتبة ثلاثة الأخيرة، ما تكلمت عن أنه ما نتكلم عن السلبيات، لكن في علم النفس عندنا، عندك ابن، الابن تقول له أنت وسخ، أنت أذر، أنت غبي، أنت مو شاطر، هذا لن يصبح شيء في الحياة. من قال هذا؟ في أمور سلبية من دي نتكلم عن البلد، بطالة وفرق، أنت لأن الإنسان قبل الأوطان. ما الشعب مخدر، ما نحن لسنا خراف. دي بتحب واحد وروحوا على الكافي، هاي لا تصلح، انت روح مع حبيبك. من انت لتقرر؟ لكن هي راح تصير مدركه فقط عن طريقك كرجل. no, no, no. ما راح تصير عن... لا سوري مو انا، انه الحب هو انه اسلم نفسي لمن احب، هذا الخطا. كل المجتمعات ليش تدخلون حياه غيركم؟ يعني انا مع الحريه لكن ليس مع استباحه الجسد. خاص استباحه. كل مرة بتشتغل راجع عمرها الرجل. أكو ظلم جدا كبير على المرأة في المجتمع العراقي. مع إعطاء المثليين في العراق حقوقهم كاملة. مع. لست مع إعطائهم حقوقهم. البعض العراقية تريد زوجا فتيا سنيا بهيا شهيا زكيا والأفضل أن يكون غنيا.